من الحاجات الغذائيه الجميله، عشان كده بقول لحضراتكم ما نهملوش، فيتامين سي بيساعد اصلا ان هو يجدد الكولاجين في البشره. عايزه اقول لكم في كل مجموعه فيتامين بي 1 و 3 وليه اربع انواع على فكره الكيوي. طب خلينا كده اوريكم الكيوي الاساسي اللي موجود في الدنيا كلها واللي بيهجنوه بيبقى طالع شكله عامل ازاي. هاتوا كده الصوره حبايبي. اول واحد الاخضر اللي احنا عارفينه واللي موجود في كل الدنيا واللي احنا دايما بنشتريه. اللي جنبه الاصفر اللي هو لونه مصفر، ده موجود في فرنسا مش عايزين نتكلم عنه دلوقتي. عندنا بقى الاحمر والبيربل، ده هجين بيبقى من حاجات معينه فبيطلع كده. عاده بلد الاصليه بتاعت الكيوي عاده الصين، يعني الموطن الاصلي ليه يعني. بيسموه هناك يانك تاو. ده الكيوي يعني. فهو عموما من الحاجات المفيده جدا واحنا محتاجين نستفيد. الوانه حلوه بس طبعا احنا محتاجين ان احنا يعني نعززه في ضمن وصفاتنا، ما ننساهوش ان في ناس ما بتحبوش، وزي الافوكادو ونقدر نعمل منه عصاير فريش وندخله جوه عصاير احنا بنحبها ولكن بنسبه قليله، بس برضو نبقى استفدنا منه. انا بقول كده ان في ناس بتبعت لي شكاوى كتير ان الاطفال ما بتحبش تاخد يعني تاكله او تستخدمه كفاكهه، وفي ناس يعني بتبقى زعلانه من الموضوع ده. خليني بقى ايه اخد كده هنا دي الكيك اللي بالكيوي اهو، هنقطع ممكن كده نشوف سكينتي المنشار فين يا حبايبي. طيب عايزه اقطع جزء كده، خليني ايه كده اهي من جوه. كيك لطيفة جدا وطرية كده، وبعدين غطوها بقى، حطوها بقى في علبة ويعني ظبطوها من الحاجات اللطيفة جدا. بصوا مش عايزة ده يقع بس كده دي. ونبدأ بقى نحط الكيك بتاعنا هنا. بسم الله. الالوان دي هتلفت نظر الولاد، الطعم مش هيبان قوي انه ده كيك بايه. هنحط فانيليا، لو عايزين تضغوا على الطعم بجد حطوا فانيليا سايله، بلاش الفانيليا الباودر زي ما انا حطيتها، هتغير الطعم تماما وهيتبسطوا بيها قوي. اللون ملفت للولاد والطعم هياخدوه، مش مفيش داعي لو هم مش بيحبوه ما تحطوش كيوي عليه، ما تعرفوش ان ده فيه كيوي. احنا ممكن نقول احنا حطينا الوان جوه الكيك بس هيتاكل، لان الحاله النفسيه على فكره لاي حد ما بيحبش حاجه لمجرد انها تتعرض عليه احيانا بيرفضها، فاحنا خلينا يعني ايه نحاول نبقى بنتعامل معاهم بذكاء، وده عشان خاطر الولاد اللي طلبوا حاجه بالكيوي. اتمنى يا رب ان الوصفات النهارده تكون يعني نالت اعجاب حضراتكم. النهارده عملنا رز ابيض بسمتيه بس بالخضار، ادينا نكهه خفيفه لطيفه كده يعني تبسط اللي بياكله. وعملنا كمان طاجن من الفراخ، ممكن يكون بواقي قطع الفراخ، لو عندكم فراخ مشويه وعايزين